ويسرني أن أنقل إليكم تحيات سيدي معالي المشير الركن القائد العام لقوة دفاع البحرين، مؤكدا على التعاون الوثيق بين مجلسكم الموقر وبين قوة دفاع البحرين في دعم قوة الدفاع طوال السنوات الماضية. بداية أشكر رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على جهودهم ومناقشاتهم القيمة أثناء اجتماعنا معهم قبل تقريبا أسبوعين ثلاثة، وبالتالي موافقتهم بالإجماع على المرسوم بقانون. معالي الرئيس، أصحاب السعادة، كما تعرفون القوة الاحتياطية هي قوة رديفة لقوة دفاع البحرين ولوحداته ومساندة للوحدات، وتم إنشائها بموجب القانون، بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1987. ورغبة في تطوير القوة الاحتياطية تم إصدار المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2019 بتعديل المادة رقم 10 من قانون القوة الاحتياطية، وهي اللي تقوم بإعادة تنظيم الرواتب والأجور والعلاوات لأفراد قوة الدفاع ومنتسبين المتقاعدين والمتطوعين المدنيين. طبعا يأتي هذا التعديل نتيجة للأوضاع الراهنة في المنطقة المتسارعة والتهديدات سواء كانت إقليمية أو دولية، وبالتالي احنا ننظر مجلسكم الموقر الموافقة على المشروع هذه، وشاكرين لمعاليكم وأصحاب السعادة النواب اهتمامهم بهذا الموضوع، راجيا الموافقة على المشروع، وشكرا.